ورحمة الله تعالى وبركاته. أتوجه بهذه الرسالة من خلالكم إلى إطارات وزارتكم ومديرياتها الولائية وإلى أفراد الأسرة الطبية وأعوان الصحة كافة فردا فردا في القطاعين العام والخاص وسلك الصيادلة والمخابر الطبية في المدن والأرياف على امتداد ربوع وطننا الحبيب. إن بلادنا تواجه محنة وباء جديد على البشرية بهويته المجهولة وسرعة انتشاره حتى أنه حير منظمة الصحة العالمية وأربك القدرات العلمية والتكنولوجية لأكثر الدول تقدما في العالم التي تقف عاجزة عن الحد من تفشي وباء لم يعد أي جزء من الكرة الأرضية في مأمن من شره. وما يجري اليوم تحت أعيننا ينبئ بنهاية مرحلة حضارية في حياة الإنسان، سوف تنبثق عنها بكل تأكيد مرحلة جديدة تشهد وضعا جيوسياسيا يختلف جذريا عما كان عليه العالم قبل ظهور وباء كوفيد 19. وإذا كنا نحن بإيماننا وديننا الحنيف نرى في أمر الله كله خيرا مصداقا لقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإننا أمام هذا البلاء نزداد اليوم إيمانا بقوة الإرادة الإلهية على قلب العالم في لمح البصر إن خيرا وإن شرا. فالإنسان مهما تجبر وعلا في الأرض يبقى دائما أمام الإرادة الربانية مخلوقا ضعيفا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. تلك حقيقة ربانية أزلية لن تجد لها تبديلا، ولكن الإنسان مطالب أيضا بالحفاظ على حياته لأنه خليفة الله في الأرض كرمه وحمله في البر وحمله أقول في البر والبحر. ومن هذا المنطلق أخاطبكم أخي الأستاذ الوزير، وأخاطب من خلالكم إطارات وزارتكم في العاصمة وفي الولايات، وأخاطب الأسرة الطبية بكل مكوناتها وأعوانها من الأقصى رتبة إلى الأعلاها، لا أستثني أحدا، لأقول لكم واحدة واحدة واحدا واحدا بأنني أتابع بفخر واعتزاز جهودكم الخير في مواجهة محنة الوباء، وأصارحكم القول أنني أحيانا أشعر بالخجل أمام عدم استطاعتي التواجد معكم في الميدان إلى جانب الأخصائي والطبيب والمقيم والمناوب والممرض والممرضة في قسم الاستعجالات ومخابر المستشفيات والعيادات ومع سائق سيارات الإسعاف وكل أعوان الصحة وإداريها في كل مكان لا ينقطع فيه بذلهم وعطاؤهم ليل نهار. إنكم في الميدان، بل إنكم في ميدان الشرف، مجاهدون من أجل إنقاذ حياة المواطنين. قال الله فيها من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. ومن أجل التخفيف من روع المصابين بالوباء وطمأنة أهاليهم، وإني متأكد لعلمي بإنسانيتكم العالية أن أصعب لحظة في حياتكم هي تلك التي تقفون عندها عاجزين عن صد قضاء الله في عبده. إنكم أخواتي وإخواني، بناتي وأبنائي، مصدر فخر لنا جميعا، لأنكم تقفون أحيانا بوسائل غير كافية، ولكن في الصف الأمامي تخوضون حربا ضروسا بإرادة حديدية لا حدود لها في مواجهة وباء فتاك
خبيث لا يرى بأم العين إلا في نتائجه، وهو سائر لا محالة إلى الزوال بحول الله، ولكن متى؟ الله أعلم. وبأي ثمن؟ الله أعلم. من أجل هذه الآجال التي لا نتحكم فيها، ولدفع هذا الثمن الذي لا نستطيع التنبؤ بحجمه، أدعوكم إلى مضاعفة الجهد والإبقاء على جاهزية قطاع الصحة عالية، وثقوا أن الشعب يثق في قدراتكم ويسندكم، وأنني بجانبكم في كل لحظة، لا أميز بينكم إلا بقدر تفانيكم في خدمة الوطن، ودرجة صبركم على المكاره، وتضحيتكم من أجل التعجيل بالقضاء على كابوس الوباء. فتحية إكبار وإجلال لكم جميعا أيها الأشاوس، يا من تعرضون حياتكم وحياة عائلاتكم في كل لحظة على مدار الساعة للخطر من أجل إسعاد الآخرين. سيذكر لكم شعبكم العظيم بطولاتكم كما حفظ إلى الأبد ملاحم شهداء ثورة التحرير الأبرار، تاجا على رؤوس إخوانكم وأبنائهم وأحفادهم المخلصين. عاشت الجزائر حرة أبية بأمثالكم، وعشتم خير خلف لأحسن سلف، والله معكم وبارك لكم في شعبان، وبلغكم وإيانا شهر رمضان منتصرين، على الوباء آمنين، حامدين، مطمئنين. عبد المجيد تبون. شكرا لك.